المعرض الأحمر عملاق إفريقيا في المباراة بتاعت يوم الجمعة. خلينا نقرأ أو نبتدي بالأرقام الهجومية لفريق اتحاد جد. دي نقطة أو الأرقام دي بتدلل على الأسلوب أو مناطق القوة في الأسلوب الهجومي لاتحاد جدة تحديدا. بلال اتفضل. يعني الارقام الهجوميه بتعبر طبعا يا احمد عن شراسه هجوميه كبيره جدا للخط الامامي لفريق اتحاد جده. معدل التهديف 1.9 في المباراه الواحده، يعني معدل تقريبا هدفين كل مباراه. الاهداف من ركلات جزاء احتسب ليهم 5 ركلات جزاء، احرزوا الخمس ركلات، يعني ده بيبين ان هم عندهم اتقان كبير جدا في تنفيذ ركلات الجزاء. الاهداف من ركلات حره ده رقم سلبي جدا، احتسب ليهم 10 ركلات حره لم يحرزوا. ما بيعتمدوش هم على الكرات الثابته بالظبط. اهداف من داخل منطقه الجزاء اتيحت ليهم 149 فرصه احرزوا منها 29، وده رقم قليل جدا خاصه ان داخل منطقه الجزاء. خارج منطقه الجزاء هدفين فقط من 63 محاوله. اهداف بالقدم اليسرى 5 اهداف، اهداف بالقدم اليمنى 25، واهداف من ضربات راسيه 1 هدف فقط بضربات راس، وده رقم سلبي جدا. العاب الهواء الكرات الثابته مش في طريقه لعبهم. اعتقد ان مع عوده احمد حجازي الموضوع هيتغير، ممكن يختلف. نكمل بقيه الارقام. اتفضل يا مصطفى. هم جابوا هدف على فكره، اخر هدف في المباراه بتاعت دمك جابوا هدف كره ثابته. تمام. ارقام هجوميه لفريق اتحاد جده طبعا، متوسط صناعه الفرص المؤكده 3.2 في المباراه. اعتقد هدف دمك ضربه جزاء. ضربه جزاء لا، اصفهان في دوري ابطال اسيا. سبهان اصفهان في اسيا. احنا بنتكلم هنا على ارقامهم في الدوري السعودي. في الدوري السعودي متوسط إهدار الفرص 1.8، متوسط التصويب 13.3، متوسط الركنيات 5.6. يعني أنا شايف إن المتوسط العام، أنا مش شايف إن في أرقام كبيرة قوي أو قليلة قوي في الأرقام الهجومية، يعني عكس معدل إهدار الفرص وإحراز الأهداف. طيب نروح لمعدل إهدار اتحاد جدة للفرص وترتيبه كمان على مستوى اهدار الفرص في الدوري السعودي. ترتيب اتحاد جده الاكثر اهدار الفرص ترتيبه الثاني بعد الهلال السعودي ب 29 فرصه مهدره، وده رقم اعتقد كبير. وجود عبد الرزاق وكريم بنزيما ورومارينو وجوتا وكورنادو وجوتا، اعتقد برضو رقم كبير جدا. كبير جدا جدا، وده يبين برضو شراسه اتحاد جده الهجوميه، يعني برغم من اهدار الفرص لكن عندهم شراسه هجوميه كبيره جدا. وعايزين نتكلم عن اكثر طبعا لصناعه الفرص برضو في الدوري السعودي، اتحاد جده يجي في الترتيب الثالث بعد الهلال وبعد النصر ب 37 فرصه مصنوعه، يعني 37 فرصه على مستوى المباراه الواحده. بالظبط كده، بعد النصر وبعد الهلال، فده برضو رقم كبير جدا. وده يعني سواء في الفرص المهدره او حتى في صناعه الفرص يبين ان اتحاد جده قوي هجوميا. قوي هجوميا بس فعاليته يمكن، يعني بشوف انه من الارقام دي في تشابه شويه، انه قادر يوصل لكن الترجمه او الفعاليه الهجوميه طبعا مش كبيره. ده باين جدا في اهدار الفرص. صنع 37 واهدر 29. نروح لمتوسط التمريرات في المباراه الواحده، وهم الحقيقه يمكن ظهروا بشكل كبير جدا في حته الاستحواذ والضغط من فوق. بالظبط، هم دايما بيضغطوا ضغط عالي وضغط، ودي نقطه ممكن لو لجأ ليها جاياردو في ماتشنا تحتم علينا او على خط دفاعنا التعامل بشكل معين، وتحتم على خط النص في نقل الهجمه واللعيبه في استغلال السرعات سواء بيرسي تاو والشحات الاقرب من وجهه نظري للبدايه، ان هم يستغلوا المساحات الكبيره جدا اللي خلف ظاهراي الجنب. اتفق معاك جدا يا احمد، ولما يجي نتكلم عن نقط الضعف والقوه انا وبلال هيبان جدا ان قوه الاتحاد جده ممكن تاخد منها نقط ضعف مهمه كتير وكتير جدا. طيب متوسط التمرير في المباراه اتحاد جده في المركز الثاني 468.8 بعد نادي النصر السعودي، واعتقد متوسط تمرير برضو في المباراه كبير يعني. طيب جاهز معانا؟